كده، انا معظم اصدقائي هنا وحبايبنا من الشعب السعودي بيسالني باستمرار ايه رايك في التغيير اللي بيحصل، ايه رايك في التغيير، التغيير في التغيير، فهم سعداء. يعني انا شايف ان الشعب سعيد جدا بهذا التغيير، وانا شايف ان في المستقبل هيبقى في حاجات هايله جدا. طبعا الامير محمد هايل، بيعمل نشاطات هايله جدا، محمد بن سلمان وزير الثقافه زي ما حضرتك قلت، بدر هايل، ليه نظره مستقبليه انا شايف انها هتبقى كويسه جدا. مشروع نيوم اللي بنتكلم عليه ده هيبقى فيه حاجات جديده جدا على السعوديه وعلى منطقه البحر الاحمر كله، ممكن يبقى فيه مهرجانات، ممكن يبقى فيه احتفالات مختلفه، في مراكز مؤتمرات، هيبقى فيه حاجات. وبعدين الترابط مع مصر زي ما احنا كنا بنتكلم، منطقه شرم الشيخ لما تربطها بمنطقه دي هتبقى منطقه تماس، هتبقى منطقه هايله هايله، يعني هيبقى فيها مستقبل رائع يعني.